أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون من كتاب الكافي الشريف. الحديث الخامس عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي. غير خفي أن أصحاب الرسول وأصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا أصناف مثلا أول نذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه واله ثم نأتي إلى أصحاب الأئمة فمن أصحاب الرسول مؤمنون مثل سلمان وأبي ذر وحمزة والمقداد وجعفر الطيار وما إلى ذلك ومنهم منافقون كعبد الله بن أبي بن أبي سلول عبد الله بن أبي ومجموعة من الصحابة كانوا منافقين كما قال الله سبحانه وتعالى ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق وهناك صنف ثالث وهم ضعاف الايمان ليسوا بمنافقين ولكن ليس ايمانهم قويا فلذلك في الحالات المختلفه يصيبهم التغير ومنهم من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين. ولو راجعنا القران الكريم نجد بيان هذه الاصناف الثلاثه في مئات من الايات الشريفه. بل بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه واله ارتدوا حتى ان الله سبحانه وتعالى هددهم مثلا عبيد الله بن جحش عبيد الله ابن جحش هذا كان من المهاجرين إلى الحبشة لكنه تنصر في الحبشة ومات على النصرانية وكانت زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فلما تنصر انفصلت عنه ولما هاجرت إلى المدينة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا راجعنا سورة آل عمران نجد الحالة التي أصيب بها المسلمون، قسم من المسلمين صمدوا، قسم من المسلمين خالفوا أمر الرسول فتركوا الثغر جبل الرماة، وانشغلوا بجمع الغنائم خلافا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم لما هجم المشركون مرة ثانية انهزموا وخالفين قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله والله سبحانه وتعالى يضم أمثال هؤلاء في آيات متعددة نعم باب التوبة مفتوح والله سبحانه وتعالى يعفو عمن تاب وهكذا في يوم حنين الآية تقول ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فهذا حال الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلموا ونفس هذه الحالة حالة أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لأن المجتمع في طول التاريخ لا يخلو من هذه الأصناف، تشوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كان هناك جمع من الذين اعتقدوا به وثبتوا، وهناك جمع من الذين كانوا مع أمير المؤمنين لكنهم خرجوا عليه الخوارج من هم؟ الخوارج مجموعة من أصحاب أمير المؤمنين كانوا معه في صفين لكنهم خرجوا عليه وقاتلوه وهناك ناس ضعاف الإيمان إذا الظروف مؤاتية فهم مع الإيمان وإذا ظروف الإيمان غير مؤاتية يصيبهم خلل في زمان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كثير من الناس كانوا شيعة لكن كونهم شيعة لا يعطيهم العصمة أيضا حالهم حال أصحاب الرسول صلى الله عليه واله أصناف واحد شيعي تابع في كل شيء واحد تبعيته ضعيفة واحد منافق واحد يصاب بخلل فالله سبحانه وتعالى عرضهم لامتحان مثل ما عرض اصحاب الرسول صلى الله عليه واله في غزوه احد لامتحان فسقط اكثرهم ثم عفى الله سبحانه وتعالى عنهم كذلك عرض الله الشيعه في زمان الامام الكاظم الى امتحان شنو هو كان الامتحان؟ ان الله سبحانه وتعالى قدر في لوح المحو والإثبات أن يكون حكم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في ذلك الزمان، واختبر الشيعة أنهم هل لهم قابلية لتحمل المسؤولية أو لا، يتكرر ما كان في زمان أمير المؤمنين بايعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد مقتل عثمان ثم بعد ذلك نكثت طائفة، مرقت أخرى، قسط آخرون، خالفوا، ولم يثبت إلا القليل. زين، هل هؤلاء اتعظوا؟ القضية ما تتكرر؟ فالله سبحانه وتعالى عرضهم لامتحان، وكان ذلك الامتحان هو التقدير الأولي بأن يكون حكم أهل البيت في زمان الإمام الكاظم. عليه الصلاه والسلام. لكن مشروط هذا. مشروط بأن يكون الشيعه على مستوى المسؤوليه. فلذا اخبرهم الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام واشترط عليهم ان لا يذيعوا هذا السر. لكن الكثير ضعاف الايمان فاذاعوا هذا السر. يعني الكثير سقط في الامتحان. كما سقط أصحاب رسول الله في يوم أحد في الامتحان الغنائم أعمت العيون ثم لما هجم المشركون حب الحياة أيضا سببت أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله وفي القرآن تقريع وذمع عجيب لهم والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول كان يناديهم وهم يهربون وهم يهربون فلم يلتفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وواصلوا الحرب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد إذ تصعدون يعني تفرون في الصعيد ولا تلوون على أحد يعني لا تديرون وجهكم لتنظروا من خلفكم والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول تركتوه في ساحة المعركة بين الأعداء وهو يناديكم فأثابكم غما بغم إذن هذا الامتحان الذي حصل في زمان الإمام الكاظم سقط فيه الكثير من الشيعة كما سقط في يوم أحد أكثر الصحابة. زين الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي سقط في الامتحان يريد أن يعاقبه. كيف يعاقبه؟ تارة في المرة الأولى الله سبحانه وتعالى قد يعفو. كما عفى عن اصحاب العقبه في غزوه احد الذين كانوا على الجبل على العقبه وتركوا موقعهم خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه واله انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. زين الله سبحانه وتعالى يريد ان يعاقب. العقاب قد يكون شديدا وقد يكون خفيفا تارة العقاب عقاب استئصال وتارة تنبيه، الله سبحانه وتعالى تارة يأتي أمره فيستأصل العصاة، مثل العذاب الذي كان ينزل على الأقوام السابقين، قوم لوط الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العذاب فاستأصلهم، قوم صالح، قوم عاد، ثمود، ثمود قوم صالح وعاد قوم هود الله سبحانه وتعالى استأصله تارة لا العذاب للتنبيه يعني بلاء حتى الإنسان يلتفت فيتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه ويتوب زين حينما أذاع الشيعة السر في زمان الإمام الكاظم ما كانوا بقدر تحمل المسؤولية إلا القليل وذلك القليل لم يكن كافيًا للقيام بالمهمة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبهم بس العقاب قسميًا، عقاب استئصال أو عقاب شديد يكون سبب لضلالهم ولكفرهم هذا نوع من العذاب. النوع الآخر من العذاب هو أن يبتليهم ببلاء شديد ليتوبوا، زين الإمام عليه الصلاة والسلام موجود بين أظهرهم وهذه نعمة كبرى، عندما الإمام يكون حاضرا نعمة كبرى للناس، يتمكنون من الذهاب إليه، يسألونه مسائلهم يسالونه تفسير القران، يسالونه علم الدين يرشدهم يبين لهم طريقه الحياه السعيده فهذه نعمه كبرى لهم، لكن الامام عليه الصلاه والسلام اذا ابتعد عنهم فهذا بلاء كبير لهم، زين الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام فدى بنفسه يعني دعا الله سبحانه وتعالى ان لا يعاقب هؤلاء بعقاب الاستئصال او بعقاب يسبب ان يفقدوا دينهم او ان يفقدوا دنياهم وانما يعاقبهم بان يبعد الامام عنهم فيحرموا من نعمه حضور الامام عليه الصلاه والسلام ليتنبهوا ليتوبوا الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام والمقادير غيرها بعد ماكو الآن حكم لأهل البيت وسلطة لهم ظاهرية عقوبة لكم صار بداء تغيرت المصلحة لتبين لهم أنهم ليسوا بمستوى المسؤولية الآن لازم التوب الله سبحانه وتعالى قدر أن يبعد الإمام عنهم، والنتيجة شنو صارت؟ أن هارون العباسي أخذ الإمام وألقاه في السجن سنوات وهم بعيدون عن الإمام، صحيح الإمام في السجن يتألم قل إنما أنا بشر مثلكم الأنبياء والأئمة هم بشر يتألمون زين بعيد عن أهله وعن أولاده وفي بلد غربة وفي سجن واحيانا كان يضيق عليه في السجن ويعذب في السجن في طاموره حلق القيود بين يديه ورجليه في يديه على يديه ورجليه هذا الم للامام عليه الصلاه والسلام لكن الامام دعا الله سبحانه وتعالى ان يفدي بنفسه هؤلاء حتى يتوبوا لماذا؟ لان الأئمة عليهم الصلاة والسلام جاءوا لهداية الناس زين هذا جاي نص الطريق آمن بالله وبالرسول وبالأئمة عليهم الصلاة والسلام لكن أصابه زلل زين لازم يكون باب التوبة مفتوح أمامه كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان كذلك الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فأن يفارقوا الإمام هذا بلاء عظيم عليهم لكن أن يقتلوا ويشردوا ويفقدوا دينهم يفقد دين ودنيا هذا أشد عليهم فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل غضب على الشيعة لأنه خالفوا أمر الإمام كما ذكرنا فخيرني نفسي أو هم هم يقتلوا يشردوا يفقدوا دنياهم ودينهم أو أنت الإمام الكاظم يفارقوك، طبعا مفارقتهم إياك في ذلك الزمان كانت بهذه الكيفية أن الإمام يلقى بالسجن. فوقيتهم والله بنفسي، حتى يكون طريق التوبة مفتوحا أمامهم. وهكذا الآن الله سبحانه وتعالى عاقب أهل الأرض بأن غيب عنهم الإمام عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا بمستوى المسؤولية. آذوا رسول الله صلى الله عليه واله حتى أنه قال: ما أوذيت، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وآذوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام وخذلوهم. الله سبحانه وتعالى يقول لهم للناس: لس ليست لكم قابلية أن يكون الإمام ظاهرًا فيكم. فغيب الإمام. طبعا الإمام يقوم بمهامه التي أوكلها الله سبحانه وتعالى له كالشمس خلف السحاب، الشمس خلف السحاب، أنت لا ترى الشمس لكن بركات الشمس موجودة على الأرض، يعني إذا الشمس خلف السحاب كانت تفقد الحياة في الأرض كانت تنتهي، فالشمس خلف السحاب لها بركات وآثار والحياة مستمرة بها، لكن أنت محروم من نورها. وهي غائبة عنك. وهي لا تتاثر بذلك، يعني سواء اكو سحاب لو ما اكو سحاب، الشمس لا تتاثر بذلك. نحن نتاثر بذلك. فلذلك يجب علينا ان نكون بمستوى المسؤوليه، اذا في يوم من الايام صرنا بمستوى المسؤوليه، الله سبحانه وتعالى قد يظهر وليه. ولكن المشكلة أنه الأكثر ليسوا بمستوى المسؤولية زين إذا مو بمستوى المسؤولية الإمام يريد يظهر يصنعون به كما صنعوا بأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كما صنعوا بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كما صنعوا بالإمام الحسن كما صنعوا بالإمام الكاظم كما صنعوا بسائر الأئمة فلذا يحتاج إلى أن نقوي الحالة الدينية والحالة الأخلاقية في المجتمع حتى يكون هناك جيل له قابلية لتحمل المسؤولية، وتحمل المسؤولية مو فقط بمسألة التدين، يمكن كثير من الناس متدينين، صحابة الرسول صلى الله عليه واله قبل غزوة أحد كانوا يصلون كانوا يمتثلون أوامر رسول الله صلى الله عليه واله لكن في الامتحان الصعب زلت أقدام أكثرهم والذين بايعوا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ايضا كانوا متدينين لكن في الامتحان الصعب زلت اقدامهم الان هم كثير من الناس في المجتمع متدينين لكن هل في الوقت الصعب يكونون بمستوى المسؤوليه؟ الجواب ان, إن الاكثر ليسوا كذلك اكثرنا ليسوا كذلك فلذلك يحتاج انه يكون هناك حاله من ال... نشر التدين والاخلاق، الدين والاخلاق اللي يكون لنا بكيفيه اللي نكون بمستوى تحمل المسؤوليه. الحديث الاخر الحديث السادس من احاديث باب ان الائمه يعلمون متى يموتون عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام. عن مسافر ان ابا الحسن الرضا عليه السلام قال له يا مسافر هذه القناة فيها حيتان. قال نعم جعلت فداك. فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه واله البارحة وهو يقول يا علي ما عندنا خير لك. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان وليًا للعهد. في قضية مفصلة سيأتي إن شاء الله الكلام حولها. الإمام عليه الصلاة والسلام قبل ولاية العهد للمأموم للمامون العباسي مجبراً ولكن ضمن أهداف كبيرة، فكان ولي العهد، وليًا للعهد، لكن اشترط على المأمون أن لا يتدخل في أي شيء من أمور الدولة، يعني لا يكون مشارك في أي قرار من القرارات. وأي عمل من الأعمال ليش؟ لأن السلطة الواقعية كانت بيد المأمون الجيش والحرس والمال كانت بيده ولي العهد لم يكن يتمكن من فعل شيء إلا تأييد خطوات المأمون والإمام لم يكن يريد أن يؤيد خطوات المأمون فلذلك اشترط أن لا يتدخل في أي شيء زين المأمون كان إلى خطة أن يبين للناس أن العلويين من آل البيت عليهم الصلاة والسلام طلاب سلطة لذا هذا صار ولي العهد واشترك في مظالم بن العباس لكن الإمام بهذه الطريقة أفشل خطة المأمون العباسي وأيضا كان للمأمون أهداف أخرى الإمام أفشلها على كل حال زين الإمام ولي العهد فحينما كان في خراسان في مارو المأمون حبس الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في قصر إنما حبسه في قصر حتى الناس يتصورون أن هذا ولي العهد وجالس في قصر بعد إذا هم يلتقي بالناس هذا طبع الحكام لا يلتقون بالناس فالامام كان لاشهر محبوسا في ذلك القصر خصوصا الفتره الاخيره زين القصر في ظاهره فيه رفاه من جمله الاشياء التي كانت في القصر كانت هناك قناه فيها اسماك لعلها اسماك زينه اسماك جميله يعني شيء يناسب القصور الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان له خادم يسمى مسافرا اسمه مسافر فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول لمسافر ترى هذه القناة يبدو أن قناة جميلة جدا كانت يا مسافر هذه القناة فيها حيتان تشوفها قال نعم جعلت فداك فقال إني رأيت رسول الله البارحة وهو يقول يا علي ما عندنا خير لك رايت رسول الله البارحه الظاهر ان المراد انه راه في المنام وطبعا بين قوسين نذكر ان منام المعصومين حجه لماذا لان الشيطان لا يتمكن من ان يسيطر عليهم على عقولهم على منامهم ما لا يتمكن من أن يصور لهم أضغاث أحلام أما إحنا منامنا مو حجة لماذا ليس منامنا حجة؟ لأن كثير من المنامات هي من أضغاث أحلام الشيطان يصور لك أمور زين هسه هذه الرؤيا اللي أنا رأيتها هل هي رؤيا صادقة أو هي أضغاث أحلام الشيطان جاء يعني مثلا واحد من أولياء الشيطان هذا الشيطان يريد يسوق له يروج له يخدع الناس به زين يظهر في منامهم بصوره حسنه جميله ويقول لهم ان فلان هو ولي الله زين اذا الانسان بسيط ينخدع يقول انا شفت في الرؤيا ان فلان ولي الله ان فلان ولي الله زين شفت في الرؤيا هذه الرؤيا اللي شفتها هاي رؤيا قد تكون شيطانيه الشيطان صور نفسه بهيئة انسان مثلا او بهيئة ملك- ملك او بهيئة نبي صور نفسه بهذه الصورة ويجي يريد يخدعك. هسه ماكو شياطين الانس ياتون ويدعون ادعاءات واحد يجي يقول اني نبي واحد يجي يقول اني امام في, ال في اليقظة يجي واحد يقول أنا وكيل الامام يجي واحد يقول اني سفير الامام في اليقظة ياتون ويقولون كذلك بعض اهل الباطل زين إذا شياطين الانس في اليقظة يتمكنون من فعل ذلك شياطين الجن في الرؤيا يفعلون ذلك فلذلك الله سبحانه وتعالى لم يجعل الرؤيا حجة. أما رؤيا المعصومين حجة لماذا؟ لان الشيطان ليس مسيطرا عليهم لا يتمكن من ان يلقي في منامهم ما يريد ولذا رؤيا الانبياء حجه، رؤيا الائمه حجه، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك في قضيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. زين هنا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يقول اني رايت رسول الله صلى الله عليه واله البارحه لعله في المنام كان ويمكن هم يكون في اليقظه لان رسول الله صلى الله عليه واله صحيح انه توفي استشهد انك ميت وانهم ميتون لكن الله سبحانه وتعالى قادر ان يحيي رسول الله صلى الله عليه واله اذا عيسى يحيي ميت عادي باذن الله الله سبحانه وتعالى لا يتمكن من احياء رسوله صلى الله عليه واله او ياتي بروحه او ياتي في جسمه المثالي وهذا ما سنذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله، الله قادر على ذلك. هسه الشاهد إني رأيت رسول الله صلى الله عليه واله البارحة وهو يقول: يا علي ما عندنا خير لك. يعني الإمام ينعى نفسه لمسافر. شوف هذا القصور بهذه الفخفخة وهذه الكشخة، تشوف هذا القصور لكن الآخرة خير من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. جميع نعيم الدنيا وزخرفها وزبرجها لا يقاس بنعيم واحد من نعيم الاخره، الرسول ينعى للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ويخبره بأنه حان وقت الرحيل، لأن المأمون بعد أن حبس الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أشهر في أحد القصور، لما تحرك باتجاه بغداد في الطريق سمى الإمام ليصل إلى ما أراد إليه، إني رأيت رسول الله البارحة وهو يقول يا علي ما عندنا خير لك، وهناك أحاديث أخرى في هذا الصدد نتركها إلى حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. <applause>